شهر يناير بأيامه 31 شهد فترة الانتقالات الشتوية للأندية السعودية. نادي ضمك تصدر المشهد بعدما تعاقد مع 16 لاعبا متبوعا بالاتفاق الذي ضم 12 لاعبا جديدا لقائمته و11 لاعبا للتعاون الوحدة والنصر، ما بين تعاقدات من خارج النادي وتوقيع عقود جديدة من داخل النادي. وفي المجمل بلغ عدد التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية 341 انتقالا، من بينهم 186 لاعبا سعوديا و73 لاعبا أجنبيا و42 لاعبا من فئات المواليد. وبعد الجنسية السعودية كانت الجنسيتين التونسية وبعدها البرازيلية الأكثر حضورا في سوق الانتقالات، وهذه الأرقام تشمل كل الدرجات. إجمالي قيمة عقود اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي بلغ 395 مليون ريال، أي ما يقارب 25% من قيمة العقود في الفترة الصيفية. أما قيمة التعاقدات في الدرجة الممتازة لوحدها بلغ 361 مليون و500 ألف ريال. اللاعبون السعوديون وصل متوسط قيمة عقودهم 1,900,000 ريال مقابل 6,400,000 ريال للاعبين الأجانب و365,000 للاعبي المواليد. بعد إغلاق باب الميركاتو لم تتوقف الصفقات، وذلك تحت بند تعويض الإصابات. الفيحاء استفاد من هذا الأمر بضم الملغاشي فانيفا لتعويض تشيلي فرنانديز الغائب لنهاية الموسم. تعاقدات أخرى أبرمت وتم التوقيع خلالها على العقود رسمياً، لكن الانتقال لن يتم حتى نهاية الموسم، منهم طلال العبسي من التعاون إلى الأهلي، وعبد المجيد صليه من الشباب إلى النصر، والأرجنتيني إيفر بانيغا من إشبيليا الإسباني إلى نادي الشباب. لجنة الاحتراف يترأسها معيض الشهري منذ سنة 2019. الشهري متحصل على بكالوريوس تخصص لغة إنجليزية من جامعة الإمام محمد بن سعود، وهو كذلك عضو في مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تقلد مناصب عديدة منها عضويته في لجنة حوكمة اللوائح في الاتحاد السعودي والهيئة العامة للرياضة، وعضو لجنة الاحتراف لمدة 3 سنوات، إضافة إلى عضويته في صياغة لوائح لجنة الاحتراف منذ 2013 إلى اليوم، وغيرها من المناصب التي تقلدها في وقت سابق. عصام عامر، العربية.